تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى 26 من أغسطس تحت عنوان العالم عالمين، وتستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما، تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من 1 مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان التي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية، إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم. أنا كنت باجي وقت ما كان يعني ساحل عادي، وكنت بتابع لسه المدينة وهي بتتبني، بس المرة دي بجد اتفاجأت بالتطورات اللي حصلت. يعني المدينة اتبنت في أسرع وقت لأنها برضو من المدن الجديدة اللي زي الجلالة. عجبني برضو الطراز الهندسي اللي معمولة بيه، بيهتم قوي إن هو يعني الطراز الهندسي معمول عشان يجذب السائح الأجنبي بره أو أي مستثمر أجنبي إن هو يجي يحط فلوسه وهو مطمن. زرت هنا الواحد بصراحة حاسس إن هو في مدينة عالمية، تحس إن هو واحد في أوروبا ولا حاجة بره. الواحد فعلا بيشوف مصر بتتطور، بيشوف حياة جديدة بتتعمل دلوقتي، الأيام دي يشوف رؤية دلوقتي قدام لمصر بعد كده في السبع سنين اللي جايين، مصر رايحة فين. فعلا بجد واحد بيشوف هنا الأبراج، الشركات، المؤسسات اللي جاية بنفسها هنا علشان تيجي تستثمر شغلها هنا من بره مصر ومن جوه مصر، فالواحد فعلا يفتخر اللي هو الكلام ده كله بيتعمل عنده في بلد دي. أنا جاي هنا عشان أعرف الناس عن المجالات الموجودة في الجامعة عندنا، لأنها غير أي جامعة موجودة، فيها تخصصات مش موجودة في أي جامعة تانية في مصر. أنا جاي هنا أعرف الناس عن جامعة الجلالة، عن إيه اللي ممكن تقدمه لها. برضو الحقيقة أنا أول مرة أحضر في مدينة العالمين أو كده، ومنبهر من الأبراج أو المدينة بشكل عام، من التطور اللي حصل.